أعزائي أحباب الكبار مدارس المدينة الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لدروسنا السابقة، درس اليوم جدا هو مقارنة السعات وترتيبها. هذه طبعا بالنسبة للصف الأول الابتدائي، راح ناخذ ايش؟ درس اليوم مقارنة السعات وترتيبها. طبعا في البداية راح نعرف فكرة الدرس. فكرة الدرس أني أقارن بين السعات ثم أرتبها، ممكن أرتبها من الأقل إلى الأكبر أو من الأكبر إلى الأقل. راح أستخدم مفردات سعة أكبر، أكبر سعة، سعة أقل، الأقل سعة. لاحظ الفريق طبعا من خلال الكتاب تختلف الأوعية من حيث سعتها. لاحظ أن الإبريق سعته أكبر من الكأس، أما الكأس سعته أقل. لاحظ أن نعطيك مثلا قارورة ماء وكأس. الكأس سعته أقل من القارورة، إذا الكأس سعته أقل من القارورة، أما القارورة فسعتها أكبر من الكأس، إذا القارورة سعتها أكبر من الكأس. أما الكأس سعته أقل من القارورة. هنا تعلمنا طبعا كلمة أقل من وأكبر من. طبعا درس اليوم بسيط جدا، بإمكانك من خلال النظر أنك تحكم على الشيء الذي سعته أقل أو سعته أكبر. هنا يطلب السؤال الأول، ما هو الشيء الذي سعته أقل؟ واضح من خلال النظر أنه هذا طبعا سعته أقل. أيضا لاحظ سؤال اثنين، شوف اللي عندك في الكتاب، ما هو ما هو الشيء الذي سعته أقل؟ ما رأيك؟ طبعا لاحظ أنه هذا سعته إيش؟ أقل. أيضا أحاول الشيء الذي سعته طبعا مع الوقت سعته أكبر، يعني نحتاج إلى سعة أكبر. من الذي سعته أكبر؟ لاحظ أن الوقت طبعا اللي هنا بجهة اليسار سعته طبعا أكبر من هذا الوقت. أيضا هنا الحقيبة، أم الحقيبة الصغيرة طبعا مين سعته أكبر؟ لاحظ أن هذه حقيبة كبيرة، وهذه أصغر، فواضح أن هذه سعتها أكبر. هنا طبعا نحتاج إلى أن نرتب الأشياء من الأقل سعة إلى الأكبر سعة. كيف نرتبها؟ بكتابة واحد اثنين ثلاثة، يعني الأقل سعة هو رقم واحد. خلينا نشوف مين أقل سعة. واضح أن هذا الكأس أقل سعة، يعني ترتيبه 15 من هنا. الإجابة راح تكون طبعا ترتيب من الأقل إلى طبعا هذه أقل سعة، واضح؟ طبعا هذه أكبر شوية، رقم اثنين، والأكبر سعة هو رقم ثلاثة. إذا هذا اللي أقل سعة وهذا الأكبر سعة، هذا شيء وسط. إذا ترتبط الأشياء من الأقل سعة إلى الأكبر سعة. طبعا هنا أتحدث إذا كان معي وعاء، وعاء كيف أحدد الوعاء الذي سعته أكبر؟ بإمكانك طبعا تتحدث في هذا الشيء طبعا بطريقة معينة، ممكن تكتشف أو تحاول تكتشف إنه إذا كان عندك وعاء مثلا هذول الوعاءين مين سعته إيش؟ أكبر. غير النظر بإمكانك تملأ أحد الوعاءين وتتفرغ بالوعاء الثاني وتشوف تقارن بين السعة. طبعا هذا يتحدث يعني بس ما تكتب، بس فقط تتحدث عن هذا الشيء. نجي للسؤال رقم 7، أحول الشيء الذي سعته أقل. الآن نحتاج إني أحول الشيء الذي سعته أقل. الآن واضح إنه هذه طبعا الوعاء أقل من سعة هذا الوعاء. نفس الشيء ما عندنا وعاءين، نحتاج أن نحول الشيء الذي سعته أقل. ما هو الشيء الذي سعته أقل؟ واضح أن
خلال النظر نستطيع أن نحكم على هذين الشيئين، طبعاً هذا سيعطوا أقل. الآن نفس الكلام بالنسبة لسؤال 9، لكن هنا طلبنا السؤال أن السعة أكبر، لاحظ أن اللبن سعته أكبر من الكأس. أيضاً الآن من سعة أكبر عصير الإبريق، لاحظ أن الإبريق سعته أيضاً أكبر. الآن بقي عندي سؤال الأخير هو سؤال 11، طبعاً هنا هذا واجب بإمكانك طبعاً تحاول في البيت إنك تحله إن شاء الله كواجب. ويكون كذا انتهينا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.